الفقرة مالتنا شوية مختلفة اللي هي فقرة بنج بريس. شارح لكم أنا قبل عليها. بنج بريس راح نختار لكم بيها عضلة، شلون تدرب هاي العضلة، شلون يكون طريقة استهدافه. بس اليوم راح يعاوني بيها المحترف العراقي كابتن أمير. فكابتن انت اختارت لنا عضلة الصدر. السبب ليش اختارت لنا عضلة الصدر؟ هاي العضلة طبعا هي دائما اللي تكون باليوم الاول، فاغلب اللاعبين يحبون هذا التمرين مال هاي العضلة. فاحنا ان شاء الله اليوم راح نستخدم جهاز واحد راح نستهدف به العضلة من جميع الزوايا. يعني انت من الممكن انه جهاز واحد تستهدف به؟ ممكن جهاز واحد تستهدف به جميع الزوايا اللي هي الزاوية الاعلى والمستوى الاسفل والاسفل. بس قبل لا نبدا بالتمرين هذا، نعم، احنا لازم نسوي حمال العضلة. نعم، الحماء دائما يكون قبل التمرين على جهاز الكارديو مثلا لمدة 5 دقائق الى 10 دقائق. أكيد. بعدها تمارين الهوائيه وتمارين تمطير العضلات حتى نوصل الدم بصوره جيده للعضلات، ضخ يكون عالي، وبنفس الوقت نحمل المفاصل حتى نتجنب الاصابات. نعم، يعني اغلب اللاعبين يصير عندهم اخطاء، عفوا كابتن، يصير عندهم اخطاء انه يدخل التمرين مباشره. هذا غلط، يدخل التمرين مباشره يصعد وزن، يصير عندهم اصابه ممكن بالمفصل، يصير عندهم ممكن تمزق عضلي، يصير عندهم ممكن شد ما راح يكمل تمرينه. نعم. ننتظر يومين او ثلاثه الى ما يصير كسوه، بعدين يعيد التمرين مره ثانيه. زين كابتن، ممكن مثلا انه انا اجي من برا، خلينا نقول بيتي مسافه بعيده، اعتبرها حماء؟ لو لا ميس، لو الحركه تختلف لازم انت تحمل المفاصل اللي راح تشتغل عليها. أي. اليوم مثلا انا راح امرن عضلات الصدر، ضروري احمي مفصل الكتف في البدايه. نعم. مفصل الكوع. نعم. مفصل الرسخ، هذني حتى اشغل بهنا هالعضل كلهن اللي راح يتحركنا. حتى احنا مثل ما نقول يعني باكر عقبه لا ورا اسبوع 10 ايام وتقعد بالبيت. بالضبط، حتى الظلم مستمر، لان اذا صار اصابه راح ترجعك. تمام كابتن، زين اشرح لنا على التمرين وطرق الاستهداف. بعد طبعا ما سوينا ما نسوي حماء للعضله والمفاصل اللي راح تشتغل على العضله، راح نبدا بتمرين الصدر العلوي. تمرين الصدر العلوي احنا هذا الجهاز راح نستخدمه بكل الزوايا العضليه. صدر العلوي ممكن نستخدمه بهذا الجهاز انه ننزل الوكره بهذا المستوى، مستوى الركبه تقريبا، ونمسك القبضات بهاي الصوره. الصدر طبعا مرفوع للامام بي فور، الكوع مكسور بنسبه قليله وبهاي الصوره. طبعا نقدر نستخدمه التكرار من 8 الى 12 تكرار في 4 الى 5 مجاميع حتى نشغل الصدر العلوي بصوره زينه. عندنا التمرين اذا اريد نشغل مثلا عضله البنج المستوي، ايضا نفس الجهاز راح نستخدمه، ما راح نستخدم احنا غير جهاز. مستوى الاسلاك الكيبل راح يصير بمستوى الصدر تقريبا، مستوى الصدر المستوي حتى يستهدف عضله البنج المستوي. ممكن ناخذه بصورتين، صورة التجميع او صورة البنج بريس، ايضا راح يشتغل على نفس الزاوية العضلية. هذا ايضا ممكن نستخدمه بتكرار من 8 الى 12 تكرار على 4 الى 5 مجاميع. بعد ما ننتهي من عضلة البنج المستوية راح ننتقل عضلة البنج الأسفل، أيضا راح نستخدم نفس الجهاز. نرفع الأسلاك بهاي الصورة، نمسك القبضات، نتقدم شوية على الجهاز. الصدر دائما يكون مرفوع والرجل متوسطة على مستوى الأكتاف، نسحب بهاي الصورة وننزل. هذا التمرين هيش راح يستهدف عضلة الصدر الأسفل. ضروري يكون الصعود بطيء وبالنزول الكامل شد على العضلة، يعني مو مباشرة أنا أنزل هيك أسوي هيك، ما راح يستفاد العضلة، ما راح تستفاد، بينما هذا الحركة الصحيحة وهذا المستوى بالنزول بالنهاية حيكون شد لمدة ثانية أو ثانيتين ونرجع نكمل. أيضا كابتن عندنا سؤال مداخلة همينة. نعم. هل طولك مثلا هذا طولك خلينا نقول، نعم، اقدر اني اقصر من عندك او اطول من عندك نفس المكان اقدر اخليه في حالة استهدفت بنج العضلة الاسفل؟ أي. ممكن حتى لو ترفعها بعد اكثر او تنزلها شوية. أي. المهم انه هي تكون اعلى من الاكتاف. زين شلون اعرف انه انا استهدفتها للعضلة؟ راح يصير عندك شعور بهذا المنطقة. نعم.
انه الشد راح يصير في هذه المنطقه. نعم. الصدر السفلي. اوكي. وانت راح تعرف انه اشتغلت هاي. انت دائما كابتن بالتمارين احنا ان نخلي تركيز يعني ارتباط عقلي. نعم. بين العقل وبين العضله. انه مو نتمرن وانا بالي بغير مكان. ما يصير. ممكن هاي يجيب لنا الاصابه. تجيب لك اصابه وما راح تستفاد من التمرين مالتك اصلا. يعني مستوى التكنيك مالتك راح يكون اصلا غلط. وعلى ذكر الاصابه شلون اقدر ذني ثلاث تمارين؟ نعم. فدعامل مشترك انه اتلافى عن الاصابه نهائيا. لان تعرف انه احنا كل جهاز او كل سلك او راسا يسوي لك اصابه اذا انت ما تعرف. فاريد نصيحه للمتلقي والمشاهد شلون نتلافى الاصابه؟ الاصابه قلنا احنا طبعا حكينا بالبدايه قلنا لازم الحماء ضروري. نعم. هاي اول شغله. الشغله الثانيه انه لازم يكون الوزن على قد الجسم على قد يعني قابليتي. ما يصير اصعد انا اقدر مثلا اليوم اشيل 30 كيلو اصعد اكثر من طاقه الضعف اشيل 60 كيلو. شيء طبيعي راح يصير هذا. اكيد. مفاجاه للعضله. ممكن يصير لا سمح الله قطع بالاربطه مالتها، ممكن يصير قطع بالاوتار، ممكن يصير تنزقات عضليه بيها. اكيد. فاحنا لازم نراعي موضوع الوزن. نعم. هذا الموضوع الثاني. الموضوع الثالث انه التكنيك مالتنا. نعم. يعني انا ما يصير مثلا لاعب مبتدئ يجي مباشره اطلع تمرين على اليوتيوب وما اركز بيه شلون نتمرنه، مجرد انه هذا التمرين شفته اجيت قالوا ان هذا التمرين على هاي الجزء مدرب بالقاعه المفروض اسيله. ايه؟ يجي يطبق التمرين قدامي بصوره صحيحه، اجي انا اطبقه واسيله كابتن تمريني صحيح؟ بعدها اتاكد حتى يعني. انا اتاكد انه هسه وضعيتي واموري سليمه. تمام. وحتى نتلافى الاصابه. اكيد. وناخذ من عنده اقصى استفاده. اقصى استفاده. اقصى استفاده. مشاهدينا الكرام مثل ما شفتوا كابتن المحترف كابتن امير سوالنا بجهاز واحد ثلاث تمارين استهدفنا العضله السفليه والوسطى والعلويه. ان شاء الله استفاديتوا من هذا الموضوع. تحياتي.